من طرابلس من الزوايا الصوفية ومن بترومين من كنيسة الضيعة شرب عبد الكريم الشعار النغم والسلطنة. عبد الكريم الشعار لمع نجمه بال73 بأول نسخة من برنامج استوديو الفن عن فئة الطرب وأخذ الميدالية الذهبية. صحيح الهوى غلى ما يعتبر من المطربين المستقلين القليل اللي صمدوا بوجه ما يطلبه السوق، سلطن الآلاف من الجماهير بلبنان والوطن العربي والعالم بقدراته الصوتية والارتجالية. من أكثر من 7 سنوات الجمهور بينطر عبد الكريم الشعار بحفلات شهرية بمترو المدينة، بيغني فيها أغنية واحدة للست أم كلثوم وبيسلطن وبيسلطننا معه. كونوا مع عبد الكريم الشعار السبت 26 كانون الأول بمترو المدينة بيغني دارت الأيام.